بعد غياب البلوجر سارة محمد عننا لفترة كبيرة، وبعد فشل العملية بتاعتها اللي كانت ممكن ان هي ترجع لها عينيها مرة تانية، البلوجر سارة محمد طلعت تستغيث بينا وبكل الناس اللي بيحبوها واللي دعوا لها ان ربنا يشفيها. بتقول ان هي بقالها شهر كامل قاعدة بعيد عن بيت اهلها، وقاعدة في بيت ناس غريبة اول مرة تعرفهم، وان لو ابوها وامها ذات نفسهم او اي حد تاني من اهلها طلبوا فلوس محدش يبعت لهم خالص على حس العملية بتاعتها. وبتقول ان في ناس كانت عايزه ان هي تدخلها مستشفى الامراض العقليه والنفسيه. انت قلتي ان انت قاعده عند امك وطنط، وان هما يعني الناس مش قرايبك، وان هما يعني الناس مش قرايبك، وان هما يعني الناس مش قرايبك، وان هما الناس محترمين جدا جدا يا جماعه، متكفلين بيا هنا، وحرفيا مش مفيش احسن، دول تحسهم ملائكه كده على الارض والله. يا ربنا يبارك لهم بصراحه. انا من ساعه ما جيت هما يعني شايلها معايا، هما حرفيا شايلني من على الارض شيل والله. انت بقالك قد ايه معايا؟ بقالي من اول يوم من رمضان قاعده هنا. الاول كنت بابا وماما جابوني هنا من اول يوم رمضان، وانا فضلت اني عايزه اقعد هنا، مش عايزه امشي من هنا، وقاعده معاهم. زي ما حضراتكم سمعتم كده، ان هي قالت بنفسها ان هي بقالها فتره كبيره بعيده عن بيت اهلها، وان هي دلوقتي مش قاعده في بيت ابوها وامها الحقيقيين، قاعده عند ناس ثانيه حبوها وحبوا ان هم يعني يكرموها ويقعدوها عندهم. ولكن الحقيقه من وجهه نظري الشخصيه، انا بالنسبه لي الموضوع ده غلط جدا، لان ممكن يؤدي لحاجات تانيه كتيره. اكيد حضراتكم فاهمينها كويس، البنت ما ينفعش ان هي تخرج بره بيتها. لو حد بيحبها او حد عايز يكرمها او يخرجها من الهم اللي هي فيه، ممكن جدا يجي عندهم في البيت، او يعني يروح مع اهلها ويخرجها ويفسحها ويعتبرها ان هي زي بنته. لكن ما ينفعش ابدا ان هي تفضل قاعده شهر كامل بعيده عن اهلها. بس انت النهارده قلتي انت هتمشي وهتسيبيه. اه ليه بقى هتمشي وتسيبيه؟ وانا طلبت اني الامانه، يعني انا طلبت اني اروح اقعد عند عمامي علشان خاطر ما يحصلهمش مشكله بسببي، عشان مش عايز اسبب الناس اللي انا مش عندهم. آه. طيبين، حرام يتبهدلوا بسببي. هم كويسين معاكي، بس انت عايزه ما فيش احسن منهم. انا لدرجه اني حسيت ان دول عوض ربنا ليا عن عيني اللي راحت والله. ربنا يبارك فيهم. طيب انت قلت لي ان في مسج كده عايزه توصليها للناس، ان مفيش حد، مش عايزه اي حد يا جماعه يحاول يبعت فلوس لاي رقم، لان انا بيتم استغلالي ماديا، انا ما بيوصليش جيني من حد، انا ما بطلبش تبرعات من حد. جماعه انا محتاج حاجه ويبقى ليا عمليه حتى تنجح، او ليا عمليات او حاجه، فوقتها بس هطلع وانا هقول لكم انا محتاجه كذا. لكن انا يا جماعه يعني انا مش محتاجه اي حاجه، مفيش حاجه بتوصلي، ولو حد بيوصل حاجه بتتنكر يا جماعه، فارجوكم ما تساعدوش كده. انا طلعت اقول لكم كده، لاني انا ما ينفعش اني اعرف ان في ناس، يعني اعرف ان انتوا بتستغلوا ماديا وانا ابقى عارفه واظلمكم معايا، لان ربنا هيحاسبني. في كذا حد يا جماعه واخد الاكونت بتاع صوره، يعني ناس من هي كانت بتثق فيهم، ولو حتى على الواتساب خاصه بينا ما تبعتوش اي حاجه. لا وانا اللي بقول لكم، انا بقول لكم ولا اصحاب ولا اي حاجه، هي طلبت ده دلوقتي، ارجوكم محدش يبعت لها لاهل ولا لاصحاب ولا لاي حد اي فلوس خالص. زي ما حضراتكم سمعتم كده، ان هي متضايقه جدا من كم الاستغلال اللي هي بتتعرض له علشان خاطر الحادثه اللي هي عملتها. ده غير كمان الناس اللي هم بيقولوا عليها ان هي مجنونه، وان هي المفروض تروح لمستشفى الامراض العقليه. ده مش بيوصل لها. اه ثواني يا عمر، انت قعدت معايا صح؟ معاكي. انت شايفني مجنونه؟ لا هي مش مجنونه، لان هم في ناس بتحاول ان هي تودوني لمستشفى الامراض العقليه. هي مش مجنونه يا جماعه، انا اقسم بالله انا مش مجنونه، انا بطلع معاكم واشارككم في فرحي وفي حزني، واطمنكم عليا وعلى علاجي وعلى كل حاجه. انا كامل قوايا العقليه، وعارفه ان انتوا بس اللي هتقدروا ما تخلوش حد يعمل فيا حاجه، وانتوا بس اللي هتقدروا تحموني علشان خاطر مش عارفه اقول ايه. الدايره بتاعت السوشيال ميديا دايره كبيره بيبقى فيها تعاطف كتير، لكن الدايره الصغيره ممكن تبقى دايره مش احسن حاجه. بالظبط. الدايره دي احنا بنحاول ان احنا نخليها احسن، بان احنا نقول لكم ما تبعتوش فلوس لحد من الدايره القريبه او الصحاب او الناس اللي الاهل ما تبعتوش. علشان ما حدش بيوصل لساره حاجه، وهي مش محتاجه. هي دلوقتي انا مش محتاجه، انا قاعده هنا، عمو توفيق قاعده عنده والله كتر خيره، عمو ما شاء الله عليه، جلسات اكسجيني بيدفع، علاجي بيدفع، يعني الفيزا بتاعتي علشان خاطر يعمل لي حساب، عشان لو سافرت بره هو اللي عاملها لي، وهو بيمزلي على اي حال، هو بيعمل لي كل حاجه، هو فعلا ابويا. رأيكم يهمني جدا في اللي حصل، وأتمنى من حضراتكم تجاوبوا على السؤال ده. هل ينفع أن البنت تقعد شهر كامل بعيدة كل البعد عن بيت أبوها وأمها، أو حتى لو يوم واحد ولا لأ؟